حللني الذنوب. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان ودهر دول كل عام. كل سنه وانت طيبين. قولوا لي الاول بقى مين الشخصيات اللي ظهرت في مثل الابن الضال؟ حاجات بسؤال سهل جنب اللي تسألوني كده بتسألهم بتسأل أسئلة صعبة أو قلت أوري لكم الأسئلة السهلة بقى. ها الأب الابن الكبير والابن الصغير اللي احنا بنتكلم عنه مش كده؟ وإيه كان في حد تاني؟ ومين؟ صحابه اللي هم ما شفناهمش مش كده؟ صاحب الخنازير. مين كمان؟ ماشي صح. ومين كمان؟ الخدم اللي في القصر. تمام. في حد تاني؟ دي الشخصيات اللي قابلتنا. حلو خالص. عايز اسال بقى ايه الحاجات من الشخصيات طبعا البارزه في المثل، يعني على الاقل ثلاث شخصيات الرئيسيه اللي هم الاب والابنين، ايه الحاجات اللي عجبتكم في كل شخص في اللي اتذكر عنه؟ حاجه يعني حاجه كل واحد يقول كده حاجه، بس نقول عشان في مايكات وايرلس وحاجات زي كده عشان نسمع بعض. ها تسوني اصل قالت ايه هنهد حيلكوا فقلنا نردها لها بقى. اتفضلي. ماشي. جميل. ميزه طبعا اللي بيجاوب في الاول انه بيقدر ياخد الفرصه انه يقول الحاجات اللي ما حدش لسه قالها، اللي هيجاوب بعد كده هيبقى مهمته اصعب شويه. ها حد في باله حاجه تانية؟ حكمه الاب في ايه؟ لا مستمعينك على فكره. خالص. يعني كان في جرح وكان في تصرف يعني فعل معين كمان حصل. ما ردلوش الجرح. ايوه تعالى لي بقى انت رجعت لي. تعالى. وليك حين ترجع وحاجات من دي طبعا احنا ما بنصدقها. تمام. ايه كمان؟ حد يحب يقول حاجه؟ اتفضل. أب عامل لنا مشكلة مش لاقيين زيه كتير طبعا. جميل. حنية الأب في تعامله مع رجوع ابنه. جميل خالص. والاحتضان عجبك حكاية الحضن دي مش كده؟ وقع على عنقه وقبله. صح؟ وقع على عنقه يعني خده بالحضن وأنتوا عارفين الحضن اسمه إيه؟ عناق. أنا عارف إن العربي بعافية بقاله كام سنة يعني من ايام مثلا من اكثر من 10 سنين والعربي في المدارس. صح؟ سمعتوا حكايه العناق دي قبل كده؟ يتعانقان يعني مش يتعاركان يتعانقان. اوكي. فوقع جت من هنا وقع على عنقه دي العناق يعني ولا على ايه؟ مفيش مشكله. اوكي. على كده كويس. حد يحب يضيف حاجه كمان؟ معلش يا تسوني معلش حقك عليا. الصغير يعني
صغير برضو كانت حاجة حلوة فيه إنه لما اكتشف غلطه ما كبرش، يلا بقى إيه مسحه، اتأخر شوية. حلو خالص طبعا. يعني قصدك تقول من الحاجات الحلوة في الإنسان ده إنه لما وصل لمرحلة إنه ما فيش داعي للمكابرة، أنا غلطان، تعال أصلح غلطي. حلو جدا بجد، حاضر صدقني. الأب ده ستار طبعا، حتى يعني مش عارفين نلحقه مع الابن الكبير، برضو عارف يحتوي موقف الابن الكبير وزعله وإحساسه بأنه يعني إيه مظلوم يعني في الآخر. أدي اللي جرالي. اتفضل. سوري. كان عنده نظرة ايه؟ هم مش مدركين طبعا، بس خالص خالص. في حد اي فدك ده قال ولو يعني كأحد أجرائك ما فيش مشكلة، أنا مستعد. مش يعني ما كانش متارجت إنه يرجع إيه ابن حد. جميل شاطر، عشان كده بقوا بيقولوا عليه الابن الشاطر. صحيح، جميل خالص. طيب إحنا شفنا يعني الشخصيات الأساسية فعلا في المثل اللي هما الأب والابنين، وكل واحد بان فيهم في موقف كان هو في ايده يعني ايه عجله القياده، انجاز التعبير، او كان هو صاحب التصرف او صاحب القرار. كان الابن الصغير صاحب القرار في انه، او يعني صاحب الطلب يعني في انه انا عايز اخد حقي وابعد اللي هو سماه حقه ده يعني او نصيبه يعني. وكان الاب في وقت صاحب قرار في انه يوافق على ده، وكان بعد كده الابن صاحب قرار في انه يرجع، وكان الأب صاحب قرار في إنه يقبله، وكان الأخ الكبير صاحب موقف في إن مش عاجبه اللي بيحصل ده كله. الراجل ما قالش اللي هقوله ده حرام عشان ما نظلموش يعني، ولكن كان لسان حاله كما لو كان بيقول مش كفاية دلع بقى يعني سبته، ودي النتيجة دلوقتي برضو، هات خد، راجع تعالى، مش عارف إيه، نعمل إيه، وكمان حفلة ودلع وبتاع، مش كفاية بقى يعني، مش كفاية، هنبوظه تاني وهندلعه تاني وهنعيد الكرة تاني ومش هنخليه يتعلم من غلطه. لا هو ما قالش كل ده، بس أنا بعتقد لسان حاله الأخ الكبير أو الابن الكبير يعني كان عايز يقول كده. وبعدين لحد إمتى هتفضل الحكاية دي كده؟ مثل جميل جدا، وشخصياته فعلا كلهم يعني ايه بيمثلوا جوانب من الحياه اللي بنعيش. احنا على فكره، على ذكر الاخ الكبير يعني، عشان احنا دايما طبعا وده حقه يعني بنركز على الابن اللي على اسمه الاسبوع يعني اللي هو الصغير، فبنركز عليه قوي. بس عايز اقول لكم انه مش دايما بنكون الابن الصغير، لكن كتير من الاحيان بنكون الابن الكبير، ومش في مواقف شبه دي يعني، لكن بنكون الابن الكبير كده في مواقف. مع انتوا عارفين وانتوا بتجاوبوا لما تسوني سالتكم مين حصل حاجات زي كده، فقلتوا من ضمن الاجابات يونان. هو يونان كان الابن الكبير في الموقف ده، ما كانش عاجبه حته ايه اللي يلا ونسامحهم وهتسامحهم وانا عارف ان هيجرى كده وبتاع ويرجعوا ويفضلوا يعملوا اللي هم بيعملوه، فكان كده. كتير من الأحيان إحنا ما بيعجبناش ده، وكتير من الأحيان بلاش كتير، أحيان وخلاص بقى، بغض النظر عن حجمها إيه يعني،
حتة يعني إنه يعني فلان أو فلانة عمل وسوى وراح ورجع وغش ونجح وبعد وخد وقرب وعاش بالطول والعرض وفي الآخر يعني شبه اللي حصل مع اللص اليمين. هو يعني اللص اليمين عاش حياته بالطول وبالعرض وبعدين في دقايق اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، طب حبيبي اليوم تكون معي في الفردوس. وأحيانا بعد الشر يعني الحكاية تلعب في دماغنا وتقول إيه، ما هو دول بقى الجدعان اللي بياخدوها هنا وفوق، أهو عاشها هنا كده أحسن. أهو عاش هنا وخد اللي هو عايزه وفي الآخر دخل برضو السماء، وإحنا عمالين أهو نجاهد طول عمرنا ونقع ونقوم ونتوب ونعمل ونروح ونيجي ونضم ما هو، فنحس شوية إن مفيش مساواة. وفي مثل اتقال في الكتاب المقدس شبه كده، يعني مش عايز أعمم لكن بيضايق ناس من كتير، يعني بيضايق نسبة كبيرة من الناس. إيه هو؟ أيوة الله ينور، برافو. أصحاب الساعة 11 اللي هو راح الرجل صاحب الكرم جاب الأجراء بتوع من أول اليوم، وبعدين أثناء النهار جاب في نص النهار، وبعدين وجم أصحاب الساعة 12 دول اشتغلوا قد إيه؟ ساعة. وابتدى، أنا بفكركم بس بيه، وابتدى الرجل صاحب الكرم يدي الأجرة من اللي جم في الآخر للي جم في الأول، فدى اللي جم في الآخر الأجرة بتاعة الدينار اللي هي كأن اليوم كامل. فالناس اللي شايفة زمايلهم بيتحاسبوا وهم جايين من بدري من أول يوم، قال الله إذا كان ده اللي اشتغل ساعة دينار يبقى أنا اللي اشتغلت الست ساعات بتوع النهار دول، ولا أين كان 12 ساعة، ولا أين كان عددهم قد إيه، يعني هيديني إيه بقى؟ شوف بقى قد إيه بقى إذا كان ده اللي اشتغل ساعة. فوجئوا إنه لما جم يتحاسبوا إنه اداهم إيه؟ نفس الدينار. طب إيه بقى؟ فقالوا له الله الله الله، إيه الظلم ده؟ أنت تديهم وتسويهم بينا؟ قال لهم إيه؟ فاكرين؟ حد فاكر؟ رد قال ايه؟ قال لهم يا حبايب هو انتوا لما جيتوا من اول النهار انا اتفقت معاكم على كام؟ قالوا له دينار. قال لهم طب وانت في ايدك كام؟ كل واحد قالوا له دينار. قال لهم طب انتوا زعلانين ليه؟ هو انا نقصت حاجه من اللي اتفقنا عليه؟ قالوا له لا. قال لهم طب ايه اللي مزعلكم؟ قالوا له انك سويت الناس اللي اشتغلوا ساعه بينا. واخدين بالكم من النفسنا ظهرت بقى. فابتدى يقول لهم ايه؟ يقول لهم طب انت الاجره اللي احنا اتفقنا عليها انت خدتها بالكامل، انا ما خدتش من اجرتك واديته، انا اديته من فين؟ من فلوس، انا اديته دينار بقى، اديته اتنين، اديته نص، اديته اللي اديتوله، انت خدت اجرتك ولا ما خدتهاش؟ خدت اجرتك، ومع ذلك مش زعلانين. واحنا لما بنشوفهم يعني او بنقرا المثل احيانا كده لما بنبقى في حاله كده معينه نفسيا، يعني نقول الحقيقه ايه؟ الحقيقه معذورين في زعلهم، هو برضه يعني ايه اللي اشتغل ساعه ياخد قد اللي اشتغل 12 ساعه. بس هنسمع صوت صاحب الكرم يقول لنا وانتوا خدتوا اجرتكم ولا ما خدتوش؟ طب زعلانين ليه؟ ممكن تجاوبوني على السؤال ده؟ اي نعم ده مش المثل بتاعنا بس هو الفكره بتاعتنا. هو احنا بنبقى زعلانين ليه؟ الاخ الكبير كان زعلان ليه؟ هو السؤال بره المنهج ولا ايه الحكايه؟ حاسه انه عشان ما فيش عدل انا حاسس بالظلم، مع ان هم حسوا كده اللي هم الاجراء بتوع اصحاب الساعه 11 مثلا، اصحاب الساعه 11 فاللي جم من الاول قالوا له كده بالظبط. فرد عليهم قال لهم ايه؟ قلت لهم يا جماعه وانتوا خدتوا اجرتكم وانا نقصت حاجه؟ طب انا عايز ابقى يعني مدي لدول بزياده شويه، بس انا ما نقصتش منكم حاجه، ما انتوا خدتوا اجرتكم برضو. هل ببساطه طبعا يعني احنا عارفين بيننا وبين نفسنا احنا طبعا فاهمين كلام الكتاب المقدس، بس يعني خلينا نتكلم على المستوى البسيط بتاعنا.
بذمتك يعني الرد ده مرضيكي؟ طيب شكرا. وده كان احساس مين بقى؟ الاخ الكبير. كان ده احساسه، قال له يا سلام، يعني ابنك اللي عمل وسوى فيك وخد فلوسك وضيعها وكده عمل له حفله، وانا اللي حرمت نفسي، ما قالش كده برضو يعني، انا بقول بعمل سيناريو يعني بتخيل، ما قال اللي حرمت نفسي من الفسح عشانك وقعدت اشتغل وما بخرجش وما بروحش وما بجيش وما طلبتش منك زي ما هو طلب، جديا لم تعطيني، وانت رايح تذبح له العجل المسمن وتلبسه وتهيصه ويلا يا جماعه الخدم والحشم لبسوه ولبسوه الحله الاولى وحموه اكلوه تعالوا نفرح. طب انت يعني هو ده اللي بيعجبك؟ انا كان عشان اخد اللي هو خده كان لازم اعمل اللي هو عمله؟ وكانه عايز يقول له انت مش شايفني، انا حاسس بالظلم، انا حاسس بالظلم انه انت تعمل معايا كده. ممكن بقى حد يركز شويه بقى كده قوي قوي ويقول لي انتوا قلتوا من الحاجات الحلوه في الاب الحكمه، حد بقى يقول لي حكمته ظهرت فين في الجمل اللي رد فيها وعدله؟ على فكره ده سؤال صعب عشان ما تجاوبوش زي في الامتحانات وتنقصوا درجات وتقولوا احنا مجاوبين الامتحان كله، فخلينا نفكر بس، مش سؤال صعب ومستحيل، لا يعني بس عشان نفكر فين الجمله اللي فيها ظهرت طبعا حكمه الاب في رده على الاخ الكبير وعدله. حلو جميل، ايه كمان؟ ايوه قولي ايه؟ برافو، عدله ظهر في الحته دي، ممتازين خالص انتوا كل طبعا اللي فكر كده واللي ما فكرش برضه كله شاطر. قال له كل ما لي فهوى، تفهموا ايه من الجمله دي؟ ايه كمان؟ جميل، ايه كمان؟ ايه كمان؟ نفهم ايه من الجملة دي؟ شوفوا هقول لكم عشان ما حرمها دي، بقول لكم الحتة اللي فيها درجة صعوبة شوية. اعتبروا الأخين هياخدوا ميراثهم بتاع أبوهم ده هيقسموه بالنص، حلو؟ الابن الصغير عمل ايه بالفعل؟ خد ايه؟ النص بتاعه او النصيب بتاعه، يبقى اللي باقي ميراث مين؟ عشان كده الاب قال له كل ما لي فهو لك، يعني ايه؟ اللي باقي بقى خلاص ده بتاعك، كل ما لي فهو لك. فيها عدل ولا ما فيهاش؟ فيها ولا ما فيهاش؟ فيها عدل كبير خالص خالص وحكمه، والرد يعني يمكن ما لقطتهاش قبل كده لكن صح ولا ايه رايكم؟ مش كده؟ عدل تماما اهو. ومع ذلك قبل يعني ما الاب يقول الرد ده، الابن الكبير كان حاسس انه متضايق، لانه حاسس بعدم ايه؟ عدل، حاسس انه انا اللي كنت نفسي في شويه تقدير، بيني وبينكم مش هقول لحد ولا في حاجه بتتسجل ولا كده، تحسوش انه معاه حق، تحسوش انه معذور، بلاش معاه حق، تحسوش انه معذور الراجل الكبير الاخ الكبير ده، يعني انا محتاج شويه تقدير، محتاج كلمتين حلوين، يعني انا عشان اخد كلمتين حلوين كان لازم ابهدل الدنيا البهدله دي، وبعدين اشوف انا في البيت بقى عندي في بيتي ولا بيت اي حد، يعني اخواتي ولا اي حد من قرايبي ولا ان كان، الشقي شويه واللي واخد اهتمام اكتر، صح؟ واللي بيعمل وبيسوي مركزين معاه بقى وبيشوفوا له طلباته وعمالين ايه يعني يحوطوا عليه وبتاع، وانا عشان الطيب بقى اللي بقول حاضر واللي ماشي في الطريق العدل يتجه عليا، صح؟ هو تقولوا صح، في تسجيل يعني، انا اقول صح وما تجاوبوش خلاص، عشان طبعا برضو كل واحد منكم في الاخر يرجع بيته ويصدف حد من الاهالي يشوف الفيديو ولا حاجه يلاقي حد منكم قال صح، تبقى ايه؟ ربنا ايه لما اتي لادب الابرار ده الخطوه للمكتوبه، فهي دي كانت طبعا
هي دي بتنطبق برضه على الابن الكبير والصغير، هو معاه طول الوقت. طبعا برضه حرصا عليكي وعلى سلام بيتك، مش هقول لهم انت قلتي ايه يعني. ما قالتش حاجه بس. صح. فقصدي اقول تعالوا نعيش حياتنا بقى. احنا بنعيش المواقف دي وبيننا وبين اهلنا كده، عايزين نفكر ايه اللي بنحسه عملوه معانا، كنا احنا فيه المظلومين ولا احنا كنا الابن الصغير، كانوا هم الاب الصالح ده ولا هم حاجة تانية ولا كده. في البداية احبائي عايز يعني اتفق معاكم ان الجزء اللي هبتدي بيه مش كل حاجة، هكمل حتة بعده ما تستعجلوش، بس كمان احنا في بيوتنا دورنا دور الاب ولا الابن؟ في بيوتنا احنا مين؟ مش كده ولا حد اب ولا ايه ام او حاجه من اللي قاعدين من الشباب؟ يعني احنا الابناء. انتوا مترددين في الاجابه، خلي انتوا خفتوا بجد ولا دي ما فيهاش حاجه يعني؟ احنا الابناء. فهركز بس في البدايه على دورنا احنا كابناء ايه، وبعد كده اتكلم في حته كويسه محتاجين نسمع. لكن دورنا في بيوتنا كابناء ان علينا واجب ما نعملش عمايل الاخ الصغير قبل رجوعه وقبل توبته، ومش عمايله ان احنا هناخد نصيبنا ونسيب البيت ونمشي، لا. لكن تعالوا نشوف دورنا في اطار اسرتنا برضو يبقى ماشي ازاي، وايه فعلا نحس من باب العدل اللي بننادي بيه انه واجب علينا. ممكن الاول نعرف راضين يعني ولا مش راضين؟ قولولي يعني. ممكن الأول نعرف واجباتنا وبعدين حقوقنا؟ ممكن نمشي بالترتيب ده؟ إلا إذا الوقت زنقنا وما لحقناش، لكن نبتدي بواجباتنا وبعدين نشوف حقوقنا، ماشي؟ أوكي. طيب، تحسوا إيه واجباتنا في البيت؟ مواجهة صريحة مع النفس، وطبعاً إيه؟ الواحد دلوقتي زمان ضميره بقى بيقول كده، وانا هقول بقى واحكم على نفسي وانا ما بعملش كده، ما دي الفرصه. ها، تحسوا واجباتنا ايه؟ يعني مش بشكل شخصي كل واحد هيجاوب هيبقى، لكن بشكل عام اللي احنا نحسه دورنا كشباب في سننا في بيوتنا تجاه اهالينا. اساعد كل واحد بقى ايه حسب نوع المساعده اللي يقدر يعملها. اللي بيقدر يساعد في انه يجيب طلبات، اللي بيقدر يساعد في انه يوضب في البيت، اللي بيقدر يساعد في انه يساند مسانده ولو معنويه في بعض المواقف. لكن نحتاج ان دور في الايه؟ في المساعده. لابد يكون عندنا دور في المساعده. ايه كمان؟ برافو، اتفضل. ما سامع، انا اسف. نذاكر، اوكي. يعني خليني أعممها شوية ونقول إن علينا واجب في حياتنا الشخصية، يعني المفروض إن إحنا متفرغين ليه بقدر الإمكان، وهو مستقبل يعني دراستنا، مستقبلنا الدراسي. فكل واحد مننا حسب سنه يعني والمرحلة اللي هو فيها، عشان ممكن يكون في ناس مخلصين دراسة مثلا أو حاجة، علينا دور اللي بيدرسوا، علينا دور تجاه التزامنا بدراستنا ونجحنا وانتهاء المرحلة ديت بخير، ده واجب علينا طبعا. برافو. ايه كمان؟ الايه؟ مع مسؤولية تقدير، تقديرهم. جدا. احنا لسه كنا بنتكلم، ودي حتة مهمة بقى، ده مبدأ مهم قوي. احنا كنا لسه بنتكلم ان الاخ الكبير كان بيبحث عن قدر من التقدير، يعني يا عم بص لي شوفني. على فكرة الأهالي في البيت بيبحثوا عن قدر من التقدير برضو، وخليني أقولهم كلمتين يعني ربنا يجيب العواقب سليمة إن شاء الله، إن بيبقى برضو نتيجة حاجات كتير مش هنخش فيها، منها تربية الأهل نفسهم وثقافتهم التربوية والمجتمع اللي نشأوا فيه وطريقة التربية وما إلى ذلك، برضو بيبقى أحياناً
عزة النفس واخداهم شوية، ما بيقدروش يقولوا أو يصرحوا أو يعلنوا احتياجاتهم مننا، الاحتياجات المعنوية بالذات مننا يعني. لكن هما بيبقوا محتاجين على فكرة شوية تقدير قوي. وأحياناً أحياناً بيكونوا في احتياج يكونوا كما لو كان هما الصغيرين وإحنا الكبار. أحياناً ما ينفعش يفضلوا كده على طول برضه، بس أحياناً بيحتاجوا ده. أحياناً يحتاجوا شوية طبطبة. أحياناً أحياناً يحسوا بالوهن والضعف وإن هما صغيرين كده ومحتاجين مساندة. بيحتاجوا. خدوا بالكم، إحنا مشاكلنا على قد سننا كبيرة بالنسبة لنا، وهم مشاكلهم على قد مسؤولياتهم كبيرة بالنسبة لهم وبالنسبة لنا. يعني هم برضو بيشيلوا شيلة وحجم من المسؤوليات اللي بيواجهوها بتخليهم قدامها، بتخليهم هم قدام مسؤولياتهم دي وكأنهم إيه؟ صغيرين. محدش كبير على مسؤوليات الحياة، محدش. فعشان كده هم بيعفروا برضو في حتت قوي قوي، ما بيقدروش ببساطة يتكلموا عن احتياجاتهم. ايه كمان؟ التقدير شيء جميل جدا. ايه كمان؟ بس كده مش ناويين تقدموا حاجة تاني في البيت؟ احس بيهم، ما تضغطش عليهم، ما تقلش يعني طبعا احنا لينا احتياجات وهم ليهم ايه؟ قدرات. كويس التعبير ده؟ احنا لينا احتياجات وهم ليهم ايه؟ قدرات. لو عرفنا نظبط احتياجاتنا على قدراتهم فده شيء كويس خالص، يبقى ما ضغطناش عليهم. ميرسي، تمام، حلو خالص. ايه كمان؟ اعمل اللي اقدر اعمله، مش واحده بواحده تقصدي يعني. يعني مش ما هم بيعملوش وما بيسووش ومش عارف ايه وبتاع. لا مش كده، هم ياما عملوا حاجات، وبعدين برضو احيانا قلبنا بيقسى شويه كده وينشف شويه ونقول ايه يعني، هو حد قال لهم اتجوزوا وخلفوا؟ ما دي مسؤوليتهم، ما هو ده واجبهم، ما هو اي اهل بيعملوا كده. وهنا لنا وقفه، الا وهي ايه؟ ليكوا وعليكوا يعني. انه كون حد بيعمل واجبه والواجب ده كل اللي زيه بيعملوه، ده لو يقلل من قيمته. يعني ايه؟ يعني مثلا لما انتوا يا شباب بتذاكروا وبتنجحوا، فبتيجوا تقولوا للكبار مثلا ما احنا بنذاكر اهو وبننجح، فيردوا عليكم ويقولوا لكم وايه يعني؟ ما كل اللي قدك بيعملوا كده، ده حقيقه؟ ده ما يقللش من اللي انت بتعمله. فانتوا تقولوا لهم ما انتوا كمان اللي بتعملوه زي اي اهل غيركم بيعملوا كده برضو، ده ما يقللش من اللي هم بيعملوه. مش كون الواحد بيعمل الصح ففي مليون واحد بيعملوا الصح برضو بالالف واللام، خلى الصح ده ولا ملهوش قيمة. يا سلام، هي القيمة، القيمة فإن الحاجة محدش تاني بيعملها، ولا في جوهرها نفسه في قيمتها هي في نفسها. ليه أنا وقفت عند الحتة دي؟ ركزوا بقى معايا خالص بقى خالص، عشان هنا دعوني، وما بحبش التسمية دي بس معلش مضطر يعني، دعوني أسميه خطأ تربوي كبير. كبار ممكن يكونوا اتربوا عليه وممكن نكون احنا بنتربى عليه برضو، الا وهو ايه؟ ان اكتساب القيمه بيجي بسبب ان ما يكونش حد كتير بيعمل اللي انا بعمله. وده بسبب ايه بقى؟ مين شاطر يقول لي؟ يعني الحته دي اتكونت فينا بسبب ايه؟ ممكن البرفكشنيزم، ممكن طبعا، ممكن برضو صغر النفس. مين اللي قال؟ ميرسي. الطامة الكبرى اللي بتسبب الحكاية دي التحفيز بالمقارنة، أو يعني الظن إن التحفيز هيكون بالمقارنة، والمقارنة للأسف بتكون بطريقة محبطة وغلط ومش صح. فكون وإحنا صغيرين اتعرضنا لحتة إن عشان التسعة من عشرة اللي بجيبها دي تكون ليها قيمة،
يبقى لازم محدش تاني يكون جاب 9.5، وإلا لو حد تاني جاب 9.5 يبقى 9.10 اللي أنا جبتها دي زي قلتها. ليه؟ أنت ناقصك إيه عن فلانة اللي جابت 9.5؟ دروسه وبندي، أكله وبنأكل، لبسه وبنلبس، شربه وبنشرب، مدارسه وبنودي، كتب خارجية وبنجيب، سرير وعندك سرير، دولاب وعندك دولاب، كوباية وعندك كوبايات في المطبخ مثلا، يعني معلقة وعندك ما فيش، يعني ايه بقى ايه اللي خليك تجيبي 9 بدل 9.5؟ ما فيش. ومن هنا عشان نبقى فاهمين نفسنا بس، عشان دي حتة مهمة، يعني ممكن يكون اتزرع فينا من غير ما ندرى حتة انه طول ما فيه في الجوار في المحيط اللي انا فيه حد يتفوق عليا بأي مقدار، أحس أنا بإيه؟ مين يكمل نقط؟ حلو. إيه كمان؟ أحس بإيه؟ في حلو، صح صح جدا. إيه كمان؟ هي كلمة شوية يعني طول، يعني ده اللي بقوله ده سبب إن في أي بقى مرحلة في حياتي بقى لو أنا ما عالجتش نفسي من ده، يبقى طول ما فيه في المحيط اللي أنا فيه حواليا قريبين مني في شغلي في دراستي زمايلي في كنيستي في الخدمة معايا أيا كان فين حواليا كده ناس زادوا أو تفوقوا عني في شيء ما بأي مقدار، أشعر أنا بإيه؟ نقط. ممكن كل اللي بتقوله صح. إيه كمان؟ في جملة معينة بس كمان عايز أوصل كلمة، يعني صح جدا. نفسي كل اللي بتقوله ده نقوله، يعني أشعر بالتهديد، بالتهديد وبفقدان الأمان، ما حسش بأمان، ما حسش بأمان. ما هو أنا طول ما في حد زايد عني في اللي حواليا، إذن ده بيعرضني لإيه؟ لكل المفاهيم اللي انتوا قلتوها بقى، للإحساس بالفشل، للإحساس بالنقص، للإحساس بعدم القيمة، للإحساس بإن مش عارف اللي أنا بعمله ملهوش لازمة، للإحساس بإن ممكن مكاني يتاخد، للإحساس بإن أو ماليش مكان أصلاً جنب اللي زادوا عني، وهكذا. ده اسمه فقدان الأمان، الإحساس بفقدان الأمان، مأساة. عايش مهدد، عايش أنا حاسس بالتهديد وأنا مش مهدد ولا حاجة، أنا اللي حاسس بكده بسبب الأسلوب اللي ممكن أكون نشأت عليه أو طلعت عليه للأسف. وعلى فكرة الأهل اللي بيربوا بالطريقة ديت في الغالب هم نفسهم نشأوا على إيه؟ على كده، اتربوا بنفس الطريقة دي، فبقوا فاهمين ان العالم لا يتسع لعدة ناس كويسين. هو يا اما انت تبقى كويس وكل الباقيين مش كويسين، يا اما الكرة الارضية لا تتسع لاثنين كويسين. على فكرة، على فكرة الكرة الارضية ربنا قال يريد ان الجميع يخلصون الى معرفة الحق يقبلون. ربنا يريد ان جميع الناس اللي على الكرة الارضية يكونوا شاطرين وكويسين وصالحين وناجحين ومتفوقين، والعالم يسعهم كلهم ولا يهددوا، وجودهم لا يهدد بعض. عارفين بقى بسبب كده بتحصل بقى الغيرة والنفسنة، وبتحصل حاجات أسوأ، وإن أحيانا بحاول يعني أبوظ أو أفشل أو ما ساعدش على الأقل حد من اللي في المحيط اللي حواليا دول علشان نجاحه ما يزيدش، فده بيهددني، فأبقى بحاول أسيء لي، وإن ذكر أحاول أتكلم في الأمور السلبية اللي تخصه، وإن فيه عمل هو بيعمله مثلا في الخدمة ولا حاجة ممكن ما كنش متحمس قوي أني أساعد في العمل ده عشان ما يتحسنش قوي، حاجات مش كويسة اتزرعت. بس لازم نبقى فاهمين جات لنا منين. عشان طب هقول لكم جملة مهمة قوي وقولوا لي رأيكم فيها إيه. عشان إن ما كناش مسؤولين عن بعض الأمور السلبية اللي اتغرست فينا، فإحنا مسؤولين عن إيه؟ عن علاجها. برافو. إحنا مسؤولين عن علاجها. إن ما كنتش أنا مسؤول عن فكرة اتزرعت جوه دماغي، أنا كبرت بما يكفي دلوقتي إني مسؤول عن علاج نفسي، عن تحسين وضعي، عن توجيه أفكاري، عن مراعاة نفسيتي طبعا. حتى وإن
كان كل اللي جرى لي ده انا ماليش يد فيه. ما كانش ليك يد فيه، لكن ليك يد في ايه؟ اكمل في علاج نفسك، ليك يد في تظبيط اتجاهك، في توجيه فكرك. اذا مهم لينا نبقى عارفين انه ممكن يكون تعرضنا لامور في تربيتنا مش افضل شيء، لكن احنا بنكبر وبنتعلم وبنفهم. واعتقد استطيع ان اجزم، يعني استطيع ان اجزم فيما اعتقد، يعني انه اي شيء تعرضنا له بشكل سلبي لم يكن عن قصد من الكبار. يعني يمكن يكونوا تعلموا فينا مش عارف، بس يعني اكيد ما كانوش حد يقصد يضر ولاده ابدا. يعني عشان كده محتاجين نتعلم من الاب اللي شفناه في مثل الابنين، الابن الشاطر والاخ. نتعلم ايه هنا؟ نتعلم ازاي نعرف نتخطى اخطاء الاخرين القريبين لينا قوي، ازاي نعرف نسامح، ازاي ما نفضلش طول عمرنا بعد ما تعلمنا وفهمنا وادركنا ان ممكن اهالينا كان ليهم بعض الاخطاء في تربيتنا، ما نفضلش طول عمرنا بنرثى لحالنا وبنحملهم المسؤوليه وواقفين محلك سر وحصل لنا كاننا يعني كل واحد استك في مكانه كده، اتلزق في مكانه. لا، لازم نتحرك. وعشان اعرف اتحرك لازم اتحرر، وعشان اتحرر لازم اعرف احمل قدر من التسامح. ده النموذج اللي شفناه واللي عجبكم كلكم بلا استثناء في الاب. لما تعامل مع ابنه بهذا المقدار من التسامح، ولما تعامل مع الاخ بهذا المقدار من الاحتواء. خدوا بالك، هذه مطلوبه لينا بالرغم من اننا ابناء. في اوقات هنحتاج هذا المقدار جدا جدا. من الواجبات برضو المهمة تجاه البيت انه يعني يكون في مقدار من الاحترام واضح. يعني برضو اوعوا نضحي بمبادئنا واخلاقنا المسيحية. لازم اعرف اكلم الاكبر مني ازاي، واذا مختلف في الرأي اختلف. انا ما قلتش ما تختلفش، انا قلت ازاي نقدر نعبر عن اختلافنا في الرأي في طريقة لائقة وطريقة غير لائقة. لكن اختلف وقول رايك، واوعى ما تعبرش عن رايك. على فكره انا ما قلتش كده خالص انك اوعى عيب تقول رايك اطلاقا. جاست بس اسال نفسك ازاي اعبر عن رايي وامتى. برضو من الحكمه اللي شفناها في الاب اللي نفسنا نقتنيها، ارد ازاي وازاي معاها دايما. مين يقول امتى؟ عشان في كلام بنقوله مش في وقته، وفي كلام بنقوله يمكن يكون صح بس مش بالطريقه المناسبه. فاحيانا عدم اتقان طريقه كويسه او عدم اختيار وقت كويس بيضيع حاجات كتيره كويسه كان ممكن نقوم بيها ونعمل. عايز اقرا لكم جزء قاله معلمنا بولس الرسول في رسالته لاهل افسس في الاصحاح الرابع. قال كده ايه؟ لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء البعض. اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم، ولا تعطوا إبليس مكانا. إيه رأيكم كم حاجة؟ أقولها تاني؟ يلا تعالوا نعد دي. اطرحوا عنكم الكذب. عايزين نفسنا في بيوتنا نراجع نفسنا، لانه انا لو لقيت نفسي بكذب عليهم في حاجه ففي الاغلب، مش عايز اقول اكيد هو اكيد، يعني انا بكذب عشان في حاجه غلط بعملها. عشان كده اطرحوا عنكم الكذب مش هتخلينا مجرد ما نكذبش، دي هتخلينا اصلا ما نعملش الغلط اللي بنعمله اللي بيخلينا نكذب. يعني في معظم الاحيان، في معظم الاحيان الكذب خطيه تبعه، يعني في حاجة بتخليني أكذب. دور إيه اللي بيخليك تكذب أصلاً، نقي من حياتك يخليك ما تكذبش. اطرحوا عنكم الكذب
وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء بعض، لازم زي ما أنتوا قلتوا نساعد بعض. اغضبوا ولا تخطئوا. الغضب مش معناه النرفزة والألفاظ اللي مش لايقة والحس العالي وقلبة الوش، لأن كل دي اسمها أخطاء. هو قال اغضبوا ولا تخطئوا، يبقى اغضبوا وما يتقلبش وشنا وحسنا ما يعلاش وما نقولش ألفاظ ما تصحش وما نشلش مشاعر جوانا، كل دي اسمها أخطاء. هو قال اغضبوا ولا تخطئوا، يبقى ما نعملش ولا حاجة من دول. لا تغرب الشمس على غيظكم، يبقى غضبنا أهو، بس ما تسيبش نفسك بقى غرقان في غضبك لبكرة وبعده. لا تغرب الشمس على غيظكم ولا تعطوا إبليس مكانا، لأنه لو فضل الغضب ده وكبر وأخطأنا بسببه كده، بقى في مكان لمين؟ لإبليس إنه يدخل. يعني إحنا كمان ممكن يكون بنشعر إن لينا احتياجات كتير من أهالينا ممكن تكون مش عارفين ناخدها أو مش بنلاقيها يعني. وأصارحكم القول وربنا يستر إنه فعلا في أهالي مش بيعرفوا يدوا اللي أولادهم محتاجينه. موافقين ولا لأ؟ برافو. حكم برافو. طب ما الحل في الظروف اللي زي كده؟ ايه الحل؟ لو فعلا احنا لينا احنا كاولاد يعني لينا احتياجات، لينا احتياجات من اهالينا، انا عايز زي الابن الكبير ده وجديا لم تعطيني، نفسي كده في جدي. حتى لما الاب قال له ان كان كل ما لي فهو لك، انا حاسس برضو ان الابن عايز يقول له ايه، كل ده كوم وانا كان نفسي في مره تيجي تعمل لي حفله زي دي، انا عارف ان كل اللي عندك ده بتاعي، بس انا كان نفسي في كلمه تقدير، كان نفسي في مظهر من مظاهر التعبير عن الحب او الرضا او الامتنان لان انا بعمله. افرضوا مش لاقيين بقى، افرضوا نفسنا ومش لاقيين. اتفضل. يا اسمك ايه؟ كارين. كارين ايه يا كارين؟ ما هو عايزين عايز يعني عايز انشر اسمك في الميديا كلها لو سمحت يا كارين. ها؟ كارين. كارين لبيب. كارين لبيب احبائي. النهارده عايز اتحطم قاعده ياما بوظت علاقات من سنين ضوئيه زمان. وبتقول لكم ان الاهتمام بيطلب عادي خالص وما بيجراش حاجه وما بيحصلش مشاكل وما بيفقدش قيمته على فكره وبيفضل زي الفل. الاهتمام ايه؟ الاهتمام بيطلب. بص يا كارين، كارين طلب الاهتمام بيكسب كمان، عايز اقول لك يعني. اه ماله؟ ما هو ممكن يكون يعني الشخص مش عارف، واذا طلبت ويعني لم يجاب ليا الدنيا ما بتتهدش. ها؟ الدنيا ما بتتهدش عادي، الحياه بتستمر يعني، ياما لينا طلبات ما خدناهاش. برضه ربنا معوضنا بالكنيسه ومحبتنا لبعض ويعني ولينا هنا في الكنيسة برضو منبع للاهتمام والتقدير والمحبة. لكن لما لا، لما لا في بيوتنا يعني نطلب، يمكن نسمع وجهة نظر زي الأب الكبير لما رد على ابنه الكبير وقال له كل ما لي فهو لك، أنا بس حسيت إن اللي عندك أكتر من إني أدي لك مجرد جدي، فده اللي خلاني بس يعني كده. اتفضل. هو
ما بيتعطاش. اسمك ايه؟ فيرونيا. هو برضه ما نقدرش نقول لا، هي فيرونيا بتطرح قضيه مهمه جدا. هو احيانا الواحد بيشعر من وجهه نظر فيرونيا ان لو انا طلبت الحاجه حتى لو اتعملت ما بحسش بايه؟ ما بحسش بطعمها، ملهاش معنى. وده بسبب ايه فيرونيا؟ انه إذ والناس نيام، والراجل صاحب الحقل زارع حنطة، جاء عدو ورمى زوان، وطلع الزوان مع الحنطة. فاحنا يا ابنتي العزيزة ألقي في أذهاننا وفي نفوسنا بعض المفاهيم الزوانية اللي خلتنا فعلا للأسف عندنا القيمة في بعض الأحيان، القيمة مش في العمل قد ما إنه اتعمل بدون ما يطلب. تاني أقولها، ده مش ذنبنا، أنا بس بقول إيه اللي حصل، مش ذنبك ومش ذنبي ومش ذنب أي حد بيحس بالإحساس ده. إن القيمة في وجهة نظر الشخص أو بعض الأشخاص بقت إن القيمة مش في الحاجة نفسها لما تتعطى، لكن انها اتعطت بدون ما تطلب. دي برمجه على فكره، برمجه ذهنيه. وده كمان يا ريتنا ابتدينا بالموضوع ده من بدري يا اولاد. اسمك ايه؟ مدرونه. كمان احيانا احنا بنركز ان انا عايز النوع ده من الاهتمام من المكان ده بالتحديد، وممكن ربنا بيبعتولي من مكان تاني وبفيض، بس انا مركزه يا من ده يا مش عايزه. اشكرك جدا. الحاجات دي صح، الحاجات دي بتحصل طبعا. البنات اشطر مننا في الحاجات دي طبعا، بيعرفوا يلقطوا الحاجات دي اكتر. عادي يعني، عادي جدا ان احنا ما نتكلمش في الموضوع ده، طبيعي يا بقى. ما تقلقوش يا شباب. ففعلا احيانا بيكون اتزرع جوانا حاجتين زي النموذجين اللي قلتوهم كده، انه الحاجه لو اتقالت او اتطلبت واتعطت، يعني كان الابن الكبير ده قال له بقى انا بخدمك ده كله وجديا لم تعطيني. راح انا متخيل سيناريو ما حصلش، راح ابوه قال له ايه؟ قال له يا حبيبي يا ابني حقك عليا بجد، انا ما انتبهتش، انا بحسب ان كون كل ما لي فهو لك ده كفايه، لكن جدي يا اولاد هاتوا احسن جديين عندكم واذبحوهم. هيروح قايل له ايه بعد ايه؟ انا كان نفسي تعمل ده من غير مطلوبه، بس خلاص قيمته راحت حتى لو عملته دلوقتي. طب ليه يا جماعه قيمته راحت ليه؟ يا حول الله يا رب قيمته راحت ليه؟ قولوا لي بجد. طب بحياديه حيدوا نفسكم خالص كده من فضلكم، من اي خبرات واي يعني، حياديين كده كاننا ما نعرفش حاجه، مش ما نعرفش حاجه يعني، قصدي ما احناش عندنا شويه انطباعات. عشان هو لو ما عملش من لوحده يبقى هو مش حاسس بيه. معلش خدي بقى السؤال ده ارجوكي وقولي لي ايه رايك. يعني هو انا اسمك ايه؟ مايكل. لو انا عرفت، ما كنتش اعرف، وعرفت ان مايكل محتاج كذا، فلما عرفت ان مايكل محتاج كذا قلت بس كده عينيا المايكل اجيب كذا ونص كمان، هل ده يقلل من التصرف اللي انا عملته؟ طب انا ما كنتش واخد بالي، ما كنتش منتبه، بني ادم عندي نقص وضعف وما شفتش ما انتبهت لها، ما جاتش على بالي، عدت مني، فاتت عليا. بني ادم انا محدود على فكره، فممكن تعدي عليا. حاسبني لو هتحاسبني لما تعرفني وتقول لي على فكره أنا محتاج كذا، أنا بحب كذا. هو أنا لما أعرف إنك محتاج كذا أو بتحب كذا وأعمله يبقى ده ملوش قيمة؟ قولوا لي بقى، ده عدل ولا مش عدل؟
بقى بالذمة. ده أنا شايف، معرفش والله أعلم يعني، إن كوني أعرف إن إنك محتاج ده فأعمله، ده أنتوا أكتر، ده أنتوا أكتر. لكن إحنا برضو خلينا معلش نكون صراحة معانا، اتحبسنا في بعض المفاهيم في حتة إن زي ما كنا بنقول كده، قولي اللي أنت عايزاه عنيا ليك، إحنا مش إحنا قاعدين مع بعض. ما انا اكون برضو صريح معاك واعترف بانه احيانا الطرف الثاني اللي بيدي ده بيبقى عنده اخطاء، انا ما قلتش لا، بس انا بتكلم في قضيه يعني بعد اذنك، يعني سيبك من الجزء اللي انت بتقوليه، انا بتكلم في حته انه لو انا عرفت احتياجك وعملته عن رضا وعن اقتناع شديد وعن ترحاب، هل كوني عملته بعد ما عرفت ده يقلل من قيمته؟ بس اشكرك، انا بسال على ده، لكن ممكن اكون غلطان بقى في طريقه تقديمه بطريقه ان انا كاني يعني ايه اديني يعني بتعطف يعني، وادي طلباتكم اللي ما بتنتهيش مش عارف ايه، لا انا بقى غلطان بعترف اهو طبعا. لكن بدون ده انا بركز بس على حته انه احيانا انا ما بقاش عارف انك محتاج جديا، ولما اعرف ارحب واقول من عينيا الاثنين مثلا يعني، فده ما يقللش يا اولاد من قيمه الحاجه، ما يقللش من قيمه الحاجه. عايز عشان ما اطولش عليكم يعني، هو طبعا اصل احنا لو فتحنا في الموضوع ده مش هنخلص، عايز اقول لكم فرق اخير ما بين حاجتين مهمين كده فيما اعتقد يعني مهمين نعرف. ربنا له المجد قال يعني ما تحسبوش انه بكتر الكلام في الصلاه يعني او كده هيجيب لكم، لان الله ابوكم يعني يعلم ايه ما تحتاجون اليه من غير ما تطلبوه اصلا. وهنا عايز افهمكم حاجه عشان برضو الحته دي تهمني في علاقتنا مع ربنا. احنا اتكلمنا عن الاب وولاده بتوع الاسبوع الجميل اللي احنا فيه، واتكلمنا عن احنا واهالينا، عايز اكلمكم عن ربنا واحنا في الختام. احنا اولاد احيانا يبقى لنا احتياجات عندنا خلط بينها وبين الرغبات، حد فهم اللي انا قلته في الجمله الصغيره دي؟ حد ممكن يقول لي زي ايه؟ ما انا هكمل، انا بس قلت اتفضل. الرغبات، اشكر، الرغبات هي الحاجات اللي احنا نفسنا فيها وممكن ما تكونش ضروريه لينا، زي مثلا مثل سهل طبعا اقل بكتير يعني من قيمه الحاجه اللي احنا بنتكلم عليها، الطفل الصغير بيحب الشوكولاته، فهو لو اكلته شوكولاته طول عمره وهو صغير يعني ما عندوش مانع، تيجي اهله ياكلوه الخضار بقى والرز والحاجات اللي ممكن تكون مفيده ليه، تلاقيه ايه بالعافيه وبتجري وراه والطياره داخله المطار ومش عارف ايه وما بتخشش وكده اهو، صح؟ وهم يا جماعه. فاحيانا احنا بيبقى عندنا خلط ما بين رغباتنا وما بين احتياجاتنا، ومش دايما، مش دايما، مش على طول يعني، يعني احيانا كتيره احتياجاتنا ما تكونش شاده انتباهنا قد رغباتنا. عارفين ليه؟ وعشان رغباتنا صوتها اعلى، صوتها اعلى، الحاجات اللي بميل ليها، اللي برغب فيها، اللي نفسي فيها، اللي بتمناها، اللي شد انتباهي، اللي احيانا احيانا تكون كمان متسلطه عليا رغبات. واحنا بنفكر وبنطلب كتير من الاحيان، بلاش كتير دي، احيان وخلاص، يحصل خلط وانا ابقى شايف ان اللي نفسي فيه ربنا ما بيديهونيش، واقول له ما انت قايل في الانجيل ان انت تعلم ما احتاج اليه قبل ما اقوله، طب مش بتديهوني ليه؟ عشان احيانا كتير بقى بيبقى انا عندي خلط
ما بين ما أرغب فيه وما أحتاجه. عشان كده مثلا معلمنا بولس الرسول لما كان بيصلي انه يشفى يخف من الشوكة اللي عنده في الجسد، فقال كده: ثلاث مرات طلبت من الرب فقال لي: تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل. وده معناه اني مش هستجيب لطلبتك. طب يا رب ده انا شايف ان انا محتاج اخف عشان اعرف اخدم احسن من كده. قال له: يا حبيبي، وانا شايف انك الاحسن ما تخفش عشان ما تتضربش بضربة كبرياء، وانا مش عايزك تخدم اكتر من كده، كفاية على كده، انا راضيني، وانا عايز احميك من ايه؟ من الكبرياء. فمرسي انك عايز تخدم اكتر، بس انا عايز احميك اكتر. حاجات شبه كده بتحصل كتير الحقيقة. مش هقول أهالينا بقى عندهم الفكرة دي، ولو أن أحياناً بيكون ده بيتحكم في بعض الأمور، ممكن يجانبهم الصواب فيها بصراحة وأكون صريح، لكن بتكون الرغبة قال يعني إن هم يحمونا من بعض الأمور. لكن ربنا بيستخدم ده معانا كأب صالح حكيم عالم بكل شيء، يعني هو عارف فعلاً إيه اللي ممكن إيه يكون أفيد لينا، ايه ممكن يكون افيد لينا. عشان كده في المثل اللي بنشوفه النهارده، اهو الابن الصغير كان نفسه وعاوز وطلب على قد تسميته، طلب ايه؟ نصيبه. وهو ادي ابوه اداله على قد فكر الابن الصغير نصيبه. طب كانت ايه النتيجه؟ اهو الراجل ضاع وضيع الفلوس، وحالته بقت حاله، واشتهى الاكل مع الخنازير، ورجع مكسور، وعالم عدو الخير حربه بقد ايه من الاحباطات وما الى ذلك. بذمتكم ما عداش عليكم مره كده وانتوا بتقروا المثل ده وقلنا جوه ذهننا انت بقى ده يعني لعل الاب يكون غلطان انه ادى لابنه، كان المفروض يقول له ايه؟ لا. تخيلوا ما عداش عليه كل الحكايه دي؟ صدقوني تلاقيها عدت على ذهننا كده، وحملنا الاب المسؤوليه وقلنا له: هو مش انت الاب وانت الكبير؟ وخصوصا ان احنا عارفين ان شخصيه الاب هنا بتشير لمين؟ لربنا. فعايزين نقول له: يا رب طب لما انت شايف ان ابنك هياخد ده، وانت عندك علم بكل شيء فهياخد ده وهيتمرمط المرمطه دي، طب اديته ليه؟ هو ما هو قصدي اقول لو ربنا ادى وجرى مشكله هنقول له انت اديت ليه، ولو ما اداش حمايه من شيء هنقول له ما اديتش ليه. انا قصدي اقول على الكونسبت بتاع انه يعني في مواقف لما ربنا بيدي فيها زي الاب الكبير، الاب اللي ادى للابن ده، بنقول له انت ما كانش حقك تدي، صح؟ بالرغم من انه ده. ولو في مواقف اخرى ما اداش زي ما عمل مع مين؟ مع الابن الاكبر، نقول له برضه يا اخي حرام عليك الابن الكبير، كنت بليت ريقه واديته حاجه. طب احنا اهو ادى ما عجبناش، ما اداش ما عجبناش. الموضوع حساباته كومبليكيتد شويه، لكن قصدي اقول من ده كله خلينا نراقب نفسنا، ايه اللي بيشدنا وايه اللي بيجذبنا، واحنا عايزين طب عايزين يا رب فعلا ندي لك بقى ارادتنا ونقول لك: ولتكن مشيئتك بجد، ولا ستيل احنا حاسين انك منصرف عنا ومش بتتمم مشيئتنا في حاجات كتير. أحبائي عشان نوصل لمرحلة نعرف نقول لتكن مشيئتك، لازم نبقى فاهمين إن أنا هستغنى في أوقات كتيرة عن مشيئتي. هاجي في أوقات اللي بيحصل مش هو ده اللي أنا أرغبه، لكن ثقوا إنه ربنا بيرتب وبيدبر ما أحتاجه بعيداً عن ما أرغب. وده مش معناه ان كل اللي نفسي فيه مش هاخده، لا محدش قال كده،
ما حدش قال كده. لا. كتير من الحاجات اللي نفسي فيها هاخدها برضو. بس أنا بتكلم على الحتة الصعبة اللي هي الحاجات لما بتبقى نفسي فيها وما باخدهاش. زي الابن الكبير كده، الأخ الكبير اللي كان نفسه في جدي وما خدهوش. اتفقنا؟ عايزين تسألوا في أي حاجة؟ كله تمام؟ تروحوا بخير إن شاء الله. طمنونا يعني، هبقى أسأل أبونا كده إيه الأخبار بعد ما تروحوا بخير إن شاء الله. تعيشوا كل مرة كل سنة وأنتم طيبين لإلهنا المجد دائما أبدًا.